السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم معلم زهير. كنعتذر لكم بزاف يعني على هذه الغيبة الطويلة، يعني بسبب ظروف يعني شخصية وظروف مرضية. الحمد لله انا اليوم بخير ورجعت لكم ان شاء الله بهذا الجديد. كما كتلاحظوا معايا هذا الدريس يعني يجي على حساب الشبكة ديال الكاروات، يعني الشبكة التونسية، ويصلح يعني دريس جديد، شي حاجة زوينة ومميزة وسهل حتى في الخدمة، كيجي شي حاجة زوينة من دورة كما كتلاحظوا. هانتوما كيجي شي حاجة زوينة واقفة، يعني ما تخافوش منه حتى شي حاجة. هانتوما دابا غادي نبدا معكم الطريقة ديال هاد الخدمة ان شاء الله بحول الله كما عودناكم. اول حاجة انا كنخدم بالفتلة على جوج شعرات، وليبرا كنخدم بالليبرا النمرة 6 النمرة 7، يعني عادية تكون رقيقة وصافي. انا خدمت الشبيكة يعني الاولى الحبيك، يعني بالنسبة لما كيعرفش الحبيك راه عندي فيديو يعني سابقا دايرو في القناة ديالي، قناة المعلم زهير، راه فيها الفيديو ديال الحبيك. المهم كنحبكو بحال الطريقة اللي شفتو، كنبداو الخدمة ديالنا على بركة الله. غادي نديرو هنا في هاد العوينة الاولى، غادي نديرو ليبرا، غادي نشدو. انا بغيت نبدا معكم الاول باش تشوفوا يعني الخدمه كيفاش كتجي. شنو غادي ندير دابا؟ غادي ننقز عين في هاد الحبيك، وغادي نجي العين الثانيه اللي حداها، وغادي ندير هكا غرزه، يعني انا مدور الخيط بحال ندير غرزه دراندة كما كتلاحظوا. دابا انا درت هاد العين، غادي نجي فيها هنايا، غادي نخدم جوج غرزات. لاحظوا معايا مزيان وتبعوا، ها هي الغرزة الأولى، هادي الغرزة الثانية حداها اللي تلاصقة فيها، لأن ما ترجعش تخدم. هانتوما كيما كتلاحظوا بهاد الطريقة، غادي نقز عاوتاني عين وحدة أخرى هنايا، وغادي نجيب لي حداها، وغادي ندير هنايا الخيط بهاد الطريقة اللي كتشوفو، ونحاول ما أمكن نخدمو على حساب كارو، يعني هاكا يجيني نخلي الخيط شايط على حساب مربع كامل. هانتوما غادي تلاحظو معايا يعني الخدمة كيفاش، ملي كنخدم أنا هاد الغرزة هنا شنو غادي ندير؟ ما نرجعش هنايا، غادي نمشي هنا، غادي نخدم جوج غرزات اخرين. لاحظوا معايا مزيان، يعني يكونوا مضروبين ثلاثه الغرزات هنا في الحبيك. من بعد هاد جوج غرزات غنرجع معاهم في الخدمه. لاحظوا معايا مزيان الطريقه، غنرجع مع هاد جوج غرزات اللي خدمت، هاني خدمتهم. دابا فين غنشد؟ بحال اللي عندي هنايا يعني هاد الخط اللي كنت وريتكم ديال المربع، دابا يعني غيجيني مربع خاوي، وهاني كنخدم المربع العامر. دابا شنو غادي ندير؟ غنكمل هنايا نفس القضية، غنرجع مع داك جوج غرزات نخدمهم بهاد الطريقة اللي كتشوفو قدامكم. غنقز عاوتاني هنايا عين، غنجيب العين اللي حداها، وغادي ندير نفس القضية هنا بحال غندير كارو. هانتوما كنشدو هنايا في القنت ديالو بليبرا، حتى كنشوف يعني الخيط شايط ليا على حساب كهرو. شنو غندير؟ نفس الشيء اللي درت هنايا، غنخدم فيه جوج غراز، يعني باش نوقف هاد الكهرو بالجنب جوج غرازي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع لهاد الجهة، غنقز يعني هنايا وحدة، وغادي نرجع هنا ونخدم هاد المثلث اللي عندي هنايا في الجنب، غادي نخدمو بحال هاكا. هانتوما ساهلة وبسيطة. فاش غنخدم داك المثلات غادي نهزو دابا بالغراز. هانتوما نهزو ها اللولة، ها التانية، ها تلاتة، لاحظو شحال درت، ها ربعة، ربعة ديال الغرازي درت فيه، ها هو وقف. دابا شنو غندير؟ غنقز هنايا، غنخدم الاولى
ثانية ثالثة خدموهم يجيو ملاقين مدى حسين لأن ما نرجعوش نهزوهم في الخدمة. دابا شنو انا خدمت هنايا ثلاثة ديال الغرزات غنجي لهنا عاوتاني كما كتلاحظوا يعني كي داير الخيط كنجي لهنا كنكمل داك السامبل داك الكارو كنعاوتاني كنكملو في الخدمة فيه جوج غرزات هاني خدمتهم. دابا شنو غندير غنكمل يعني الخدمة ديالي هنايا هاكا غادي نشد هنايا درنا الغرزة الأولى. دابا غادي نزيدو هنايا جوج غرازي يعني الأولى هاد الثانية هاد الثالثة. لاحظوا معايا مزيان ثلاثة الغرازي هانتوما دابا الكاروات واقفين. دابا شنو غندير غنهز غرزة في هاد المثلث هدا نهزلو داك الجانب ديالو باش يوقف شتو كيما كتلاحظو معايا. دابا شنو غادي ندير غنرجع لهنا يعني لهاد الغرزة هادي كيما كتشوفو معايا غرزة يعني كنقز هاد الجوج كنجي في الثالثة يعني الثالثة كندير فيها بحال هكا وفي نفس الوقت كنهز بحال هكا المثلث حتى كيعطيني الشكل ديال المربع يعني غنخدم هنا في الوسط مربع. لاحظوا معايا مزيان من بعد ما درت دابا هاد الخدمة نرجع في هاد المثلث غنخدم نيت جوج غراز. حاولوا ما ترخفوش الغرازي باش ما تجيكمش الدرس مرخوف يعني يجيكم واقف ويعني متقون شاد راسو. لاحظوا معايا مزيان راني درت جوج غراز غادي نجي لهنا غنقز غرزة غنشد في الغرزة الثانية عاوتاني نفس الشيء. لاحظوا وغنهز طرف الإبرة هنا باش غادي ندير الكارو عاوتاني كما كتشوفوا هاك. من بعد ما درت داك الغرزة نهزها عاوتاني حتى هي جوج غراز هانتو ها الأولى ها الثانية. إلا لاحظتو دابا معايا هنايا هانتوما دابا كنخدمو هاد الطبقة الفوقانية هادي اللي كتشوفو. دابا خدمنا من هنا جوج غرز وقفنا الكارو الوسطاني غادي نشدو شوفوا مزيان معايا يعني بين هاد الغرزة ديال المثلث وبين الغرزة ديال الكارو في الوسط غادي نشدو بحال هكا بغرزة شدو الخدمة بغرزة بحال هكا هانتو شتو الشكل ديالها دابا بدا غادي يبان. شنو غادي ندير دابا نرجع هنا نعمر ربعة ديال الغرز كما قلنا سابقا في هاد المثلثات الجناب كيتمروا ربعة جوج ها ثلاثة ها أربعة صافي هانتو كنجيو لهاد الكارو يعني بحال الشكل ديال الشبيكة التونسية اللي وريتكم قبل كنبقاو نهزو الكارو كنعمرو ونوقفوه. هنا غادي ندير ثلاثة ديال الغراز يعني درت وحدة غنزيد الثانية وهادي الثالثة. دابا توقف الخدمة ديالنا مزيان هانتوما وغنزيدو نوقفوها في التالي بداك الدريس. دابا هنا غادي نديرو أربعة واحد ها جوج ها ثلاثة. أنا كبرت شوية هاد العين هاد الخيط هنايا يعني ماشي مشكل أنا دابا في الخدمة غادي نعرف كيفاش غندير نجمعو. دابا لاحظوا معايا أني درت هنايا أربعة ديال الغراز كيما قلتلكم هنا فوق المثلث غادي نقز ديريكتومون دابا لهنا لهاد المثلث لتحتاني غنشد فيه بحال هكا بغرزة. هانتوما قلت لكم داك الشياطة اللي كانت هنا في هاد هذا داك الخيط اللي كان واسع هاني قتلتو هنا بين هاد الغرزة ديالو وبين الغرزة اللي درت صافي يعني مبقاش يعني باين بانه كان كبير. غنزيدو هنا نعمرو ربعة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. دابا شنو درنا رجعنا يعني البداية ديال الدرس شتو هاد المراحل كلها باش نرجع بالخيط البداية يعني ما نجيش هنا نرجع هنا. دابا لاحظوا معايا مزيان كيفاش التتيمة لان الوقت ما كيسمحش باش ندير جوج حبات مثلا نتوما يعني دابا غادي تعرفوا الطريقة وغادي تخدموها يعني
دابا غنوليو نهزو هاد الغرازي دا قلنا هنايا ربعة غنخدم نهزوهم بغرازي الراندة عادي كيما كنخدمو ديما هانتو هاني هزيت وحدة هنهز الثانية هانتوما هنهز الثالثة يعني ربعة الغرازي كيعطيونا ثلاثة دابا شنو غادي ندير من هنا ديريكتومو غادي نشد هنا في هاد الوسط بغرزة يعني بين الغرزة والغرزة فين كانوا هذا وعاوتاني غادي نبقى نجمع هنايا غنهز هاد الربعة ديال العيون فهمتو غنهزهم كيما قلت لكم عادي بنفس الغرز كتمشي غير بحال اللي كتعصبوا هاد الخدمة كديروها بحال داك الشكل ديال التعصاب باش كتشد راسها صافي داك الغرازي كتولي يعني خشينة واقفة يعني باش ما يبقاش الدرس كيطيح هانتوما كنمشي ديما كنخدم داك الغرز وكنخدم الغرزة اللي بيناتهم اللي بين الغرازي دهنا و الغرازي د هاد الكارو د المثلث حتى هي كندير فيهم غرزة بهاد الطريقة وكنستمر يعني دابا نهز هاد الغرازي كاملين حتى للاخير غادي نرجع عاوتاني معاهم هكا بنفس الخدمه كندير غرز غادي نبدا نزرب شويه يعني لان الوقت المزاح منه هانتوما يعني انا حيت زيرت الغرازي بينهم بين بعضياتهم كنلقى شويه صعوبه باش نهزهم ولكن ماشي مشكل المهم الخدمه تكون يعني مدقوقه ومزيره احسن ما تجي مرخوفه يعني كطيح دغيا مع التصبين ومع المدة راكم عارفين المهم كنستمر انا دابا بهاد الغرازي كنهزهم هانتوما كما كتلاحظوا الشكل ديالو بدا يبان خاصو دابا غير السنينات الفوق دابا غادي نستمر بنفس القضية كنهز في الغرز انا زاد اربعة توالى اللي بقاو صافي يعني في لا حساب لا والو بالنسبة للغرازي مكيتحسبوش انهم باينين كيتهزو اربعة في اربعة في ثلاثة في اربعة اربعة حتى الاخير هادي كتشوفو دابا يعني الرجعة غادي تكون اسهل لانهم صافي الغرازي تهزو اللي صعابين كيكونو الوالا دابا شنو غادي ندير وصلت لهنا لاحظوا معايا مزيان دابا نرجع عاوتاني في الخدمة ديالي نضرب هنا غرزة بعدا شفتو كما كتلاحظوا غنرجع مع هاد الخدمه كلها كنوقفها عاوتاني صافي دابا القضيه ساهله علاش كنرجع بهادي منها في نفس الوقت يعني نرجع بالخيط الاول ديال الدرس باش نستمر بالسنينات يعني ما نبقاش كنوحل بالخيط هنا وعندي كندير غنرجع بغرازي يعني منها غنوقف الدرس ديالي مزيان يجي شي الشكل ديالو جميل ومن هنا نرد الخيط ليها باش نبدا السنينات ديالي والسنينات غادي يقادو خلاص يعني لا فورم ديالو مزيان يولي يعني شاد راسو واقف الخيط على جوج شعرات ديما باش تجيكم الخدمه يعني رقيقه والخدمه متوله يعني ومؤدبه الخيط غليظ راه غادي يجي يعني الحجم ديال الدرس مع الغرز ديالو راه كتجي شي حاجه ناقصه كيجي ناقص في الخدمه دابا غنكمل الدوره ديالي بنفس الشيء كنهز هاد الغرز كما قلت لكم يعني كبدايه ان شاء الله هاد النهار بديت لكم بهذا الشكل ديال الدرس خفيف ما بغيتش نبدا لكم بامور فيها التعقيدات وان شاء الله يعني اللي جاي احلى واروع ان شاء الله بحول الله غادي ندخلوا في زواقة جداد عمرهم ما داروا ان شاء الله تابعوني في هذا قريب ان شاء الله غادي ننزلهم ها انتم الشكل ديال الدرس ديالنا النهائي دابا غادي نرجع يعني هنا بالبدايه ديال الحبيك نرجع ندير غرزه هنايا كما كتلاحظوا باش نرجع في الخدمه ديالي كما قلت لكم دابا شنو غنديرو سنينات هما المرحله الاخيره
نتوما المزاد اللي كندير السنينات. كما قلت لكم السنينات انا كنديرهم على ثلاثة الدورات باش كيجيو واقفين، كتجي الشوكة يعني واقفة مزيان ومكطيحش من بعد. ها نتوما ثلاثة الدورات وكنبدا نخدم الدرس ديالي بهذه الطريقة. فهمتوما كنمشي ديك الساعة كندير سنينة حدا سنينة، في كل غرزة كنهزها كنخدم سنينة هكا. راكم عارفين الفينيسيون ديال الدرس بحال الشكل ديال عين وحاجب ولا اي درس كنفينيوه يعني سنينات. كدي بغي يدير الدرس ديال السنينات ديال جوج يعني ماشي الشوكة ديال جوج حبات دريسات ماشي مشكل، يعني هيعطيو عاوتاني شكل خور وحجم خور لهاد الدرس، يعني كل واحد والاختيار ديالو واللي كيناسبو. هانتوما ان شاء الله في الدرس القادم مور هذا غنكملو بعد هاد الدرس، غنوريكم الطريقة الشكل الثاني ديالو اللي كيتخدم النيت معاه كيتخدم حبة بحبة، يعني الشكل الاخر كيجيو هاد الكاروات اللي في هاد الحبة خاويين كيجيو عامرين، يعني العكس كنعكسو الشكل كيجي شي حاجه مميزه وشي حاجه زوينه. يمكن تناسقوهم بجوج في خدمه واحده، يمكن لكم ديروا نوع واحد يعني شكل واحد في خدمه واحده بوحدها، يعني نتوما عندكم الاختيار ديك الساعه ان شاء الله. مازال غادي ننزلو ان شاء الله ليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا استفدتوا يعني من هذا الدرس ديال اليوم، يكون يعني فاتحة خير بالنسبة للرجوع ديالي معكم. تمنينا الإعجاب ديالكم. صافي كنستمروا يعني كنديروا الشوكات كما قلت لكم عاديين بهذه الطريقة، كنهزوا الغرزة وما كنخليوش الفرق يعني بينها وبين يعني السنة اللي دازت باش كيجي داك الشيء خدوم تقوم. صافي كنستمرو يعني على المنوال هكا حتى كنساليو الدريسة ديالنا، وفي جنبها صافي كنبداو يعني الأخرى عادية في نفس العبار ديال هذا نفس الحساب نفس الطريقة، كنستمرو يعني حتى التالي ديال الخدمة. نتمنى يعني ينال الإعجاب ديالكم، إن شاء الله عندي جديد بزاف إن شاء الله. غتمتعو معنا بالجديد هاد الأيام اللي جاية بحول الله. هانتوما دابا الدرس ديالنا هو وقف يعني مزيان جا باين الشكل ديالو استمر يعني حتى الأخير. تاخدو غير الشيمة يعني الطريقة في راسكم وسهل يعني ما فيش شي مشكل ولا شي تعقيد، وغادي تعودوا عليه في الخدمة دغيا حدكم تخدموا يعني الأولى والثانية صافي ما تلقاوش مشكل إن شاء الله. الفتلة قربت سالة وعدباتني، أنا غادي نحاول هنا نحبسها باش نخدم الدرس يطلع شي حاجة زوينة. نركب فتلة جديدة باش نكمل معكم هاد الحبيبات ديال الدرس اللي بقى. ما تنساوش اللي عجبو الفيديو يدير له جيم، وبالنسبة للناس اللي ما عاد يعني اكتشفوا القناة وعاد عرفوا القناة ديالنا كنقول لهم مرحبا بكم، يشاركوا في القناة يعني يضغطوا على الزر ديال ابوني وتفعيل الجرس. ان شاء الله انا معكم ديما يعني بالجديد بالمميز. انتوما
هي الاولى كتجي شويه صعيبه، لان البدايه ديال الخدمه ماشي شاده فيها وحده حداها، كتكون يعني ديك الساعه الخدمه بسهوله. هاد الشوكه حاولوا يعني تعطيوها الخاطر وتقنوها باش تجي واقفه، لان يعني هي راه تعطيكم الشكل ديال الدرس زوين. شي حاجه راقيه يعني، ما كنحاول ما ننساش حتى شي غرزه باش ما يجيش يعني تجي لا فورم نص دائره، يعني تجي مكموله، تجي دائره يعني دائره مزيان ما تجيش باينه. نتوما صافي كنستمروا لاحظوا مزيان هنا في البدايه ماشي مشكل، اما هنايا راه غادي ندير السنين هنا التاليه باش غادي يجي مكمول حتى التالي، يعني حتى داك السطر ديال الحبيك اللي درنا باش ما يجيش الفرق هكاك باين. هادي اصلا فاش تكون كتخدم في الكمام ولا في القب، فاش كنكملوا الدوره يعني ديال الدرس كنوصلوا الى النهايه، يمكننا نزيدوا فيها سنينه هنايا في البدايه باش ما تبانش يعني منين بدي الدرس ومنين منتهي، يعني باش يعطي شكل موحد ما يبانش البدايه ديال الخدمه فين تسالت. انتما يعني السنينه ما قبل الاخيره، هي الخدمة ديال اليد كلها يعني كتبغي الخاطر، خصكم تعطيوها شوية الخاطر باش كتطلع لكم في يديكم شي حاجة زوينة، خدمة يعني متقونة. ها انتم الى لاحظتوا هنا دابا بحال اللي وصلت لهنا لهادي، بقات لي هاد التالية انا غنهزها دابا. ها انا حسيت شتو دابا هي كملات الدورة الى لاحظتوا معايا. هانتوما الشكل ديال الدرس كيما درتو جبدتوه يعني هذا في البلانشا كيبقى هكا الشكل ديالو النهائي، يعني كيجي شي حاجه زوينه شي حاجه جديده يعني ما دايراش ما خدوماش من قبل، والانسان هو اللي ديما يجدد وما يبقاش معتمد على افكار ويعني والخدمه ديال واحد اخر يبقى تبع ديما على نفس الشيء. الله اكبر عليها، لازم ديما يتجدد ويبتكر ويخرج حوايج جداد. هادشي هادي هي الصنعه ضروري. هانتوما شفتوا الشكل ديالو النهائي كيجي، عطينا الشكل ديال الكاروات، وهذا كنسميه الدرس ديال الكاروات، هذا الدرس ديال المعلم زهير سميتو درس الكاروات. وبالصحة والراحة ليكم، كنتمنى يعني تعجبكم الطريقة والخدمة، تكونوا فهمتوا يعني كل شيء من البداية، وتوفقوا إن شاء الله في التطبيق. في القريب كنتمنى نشوف تطبيقاتكم عندي في الجروب وفي القناة. هانتوما كما كتلاحظوا معايا الشكل النهائي، انا وريتكم هذا يعني خدمته بطريقه اخرى في السنينات كما كتلاحظوا، خدمت السنينه يعني ودرت غرزه بيناتها فرقتهم بالغرازي باش ما عطاونيش داك الديكالاج مدا حسين وغادي يبقاو يجيو كيتفرفر بحال هذا. يعني دابا انا وريتكم يعني الطريقه، هذا اصلا غادي يطيح بالبلانشا صافي غيوقف نهائيا بحال هكا. يعني نتوما اختياركم بغيتو تخدموا بحال الطريقه اللي وريتكم، بغيتو تخدموا بحال الطريقه باش خدمتو انا في الاول يعني من قبل كنخدموا بحال هكا، كيجي حتى هو الشكل ديالو شي حاجه زوينه. المهم نتوما الاختيار ديالكم، كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم وموفقين بحول الله، ونتمنى لكم التوفيق للجميع وشكرا والى اللقاء.